يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم ال محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفه ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي الحلقة الثالثة والثمانون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبده الذهبيه اعرف امامك وعرف بامامك المعرفه الذهبيه امامك دينك ودينك امامك العبادة الذهبية. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء. طلاقا بائنا لا رجعة فيه. إن كنت, إن كنت راغبا, راغبا في إمامك, إمامك ملحق بانوراما الظهور لازلنا في العنوان الثالث العالم من حولنا وهذا هو الجزء السادس الحديث في اجواء اهم علامات الظهور المهدوي التي تحققت في عصرنا في زماننا اولها العلو الاسرائيلي وثانيها الثوره الايرانيه الخمينيه وثالثها الحكم العباسي في بغداد والنجف ورابعها الفتنه الشاميه في سوريا في اجواء هذه العلامات حدثتكم في الحلقات الماضيه وعرضت لكم ما عرضت من المعطيات التي تلخص لكم صوره واضحه عما يجري في العالم من حولنا ساواصل الحديث في الاتجاه نفسه ولكن هناك ملاحظة مهمة لابد ان يعرفها المنتظرون الذين ينتظرون امام زمانهم علامات الظهور بحق المنتظرين لامام زمانهم وبالنسبه للمتابعين لهذه العلامات ومدى تحققها فانها كلها اتحدث عن كل العلامات تكون علامات بالنسبه اليهم وهؤلاء قله قليله من الناس انني اتحدث عن الذين يعرفون هذه العلامات ويتمسكون بمنهج العتره الطاهره لا اولئك الذين الفوا الفوا موسوعات والفوا كتبا وقالوا ما قالوا وتحدثوا في الفضائيات وعلى المنابر وعبر الانترنت ولكنهم خلطوا بينما جاء عن العتره الطاهره من دون فهم دقيق وبينما جاء عن نواصب سقيفه بني ساعده انا لا اتحدث عن هؤلاء فهؤلاء ما هم من محمد وال محمد يحبون محمدا واهل محمد هذا شيء اخر امير المؤمنين قالها بوضوح لكميل بن زياد يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا فإذا أخذ عن غيرهم أو خلط ما بين الذي أخذه منهم وأخذه عن غيرهم فهو ليس منهم يريد أن يصنف نفسه على أي جهة هو حر لا شأن لنا به هذا هو قانون علي الذي بايعنا عليه في بيعه الغدير الشيعه نقضوا بيعه الغدير لان مراجعهم منذ بدايه الغيبه الكبرى والى الان نقضوا بيعه الغدير وهذا واضح الكتب واضحه والحوزات واضحه والدروس واضحه والفضائيات واضحه وكل هذا قد تم بيانه عبر هذه الشاشه بالوثائق والحقائق والدقائق. هكذا بايعنا في بيعه الغدير هذا علي يفهمكم بعدي قال لنا رسول الله صلى الله عليه واله قواعد التفهيم منطق التفكير لا يؤخذ الا من علي وهذه قاعده واضحه يا كميل يا كميل لا تاخذ الا عنا تكن منا فحينما اتحدث عن المنتظرين وعن المهتمين بالثقافه المهدويه الذين يلتزمون بهذه القاعده الذين لا يلتزمون بهذه القاعده انا لا اتحدث عنهم لا شان لي بهم واتبرأ من دينهم اكانوا من المنتظرين من خير المنتظرين لا شان لي بهم لانني بايعت في الغدير على هذه المواثيق وبيعه الغدير تقول اللهم والي من والاه على هذه المواثيق وعادي من عاداه على هذه المواثيق وانصر من نصره على هذه المواثيق واخذل من خذله على هذه المواثيق يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا إنني أتحدث عن الذين يلتزمون بمواثيق بيعة الغدير وهذا ميثاق من مواثيقه المنتظرون لامام زمانه والمتتبعون لعلامات ظهوره العلامات كلها علامات بحقهم انني اقرا عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة في صفحة الثانية والسبعين بعد المئتين إنه الحديث الثامن والعشرون بسنده بسند النعماني عن زرارة ابن أعين الرواية لا أريد أن أقرأها بكاملها وقد قرأتها عليكم في الحلقات المتقدمة إنما أذهب إلى موطن الحاجة الرواية تتحدث عن الصيحتين عن صيحة الحق وصيحة الباطل زرارة يسأل إمامنا الصادقة صلوات الله عليه من هم الذين سينجون في هذه الفتنه في فتنه الصيحتين صيحه الحق صيحه جبرائيل وصيحه الباطل صيحه ابليس من هو الذي يعرف الحقيقه في حينها فماذا قال الامام صادق صلوات الله عليه يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا حديثنا نحن فقط وليس الذين يروون حديثنا وحديث غيرنا ثم يساوون بين حديثنا وحديث غيرنا ويستخرجون النتائج من حديثنا وحديث غيرنا كما فعل اصحاب الموسوعات موسوعات عن الامام المهدي كثيره هذه الموسوعات في زماننا كما فعل اصحاب المعاجم الذين جمعوا الاحاديث كما فعل المؤلفون الذين الفوا كما وكما وكما يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا حديثنا نحن وفقا لمواثيق بيعه الغدير يا كميل لا تاخذ الا عنا تكن منا لو سألتموني عن كتاب ألف في الزمن الحاضر لا أتحدث عن الأزمنة السابقة لو سألتموني عن كتاب ألف في الزمن الحاضر لم يعتمد في منطقه وقواعده على أحاديث النواصب في الوسط الشيعي فانني اقولها لكم وبقاطعيه لا يوجد كتاب قد الف من قبل العمائم الشيعيه وغير العمائم الشيعيه بهذه الطريقه كل الكتب الفت وفقا لمزاوجة بين أحاديث العترة وأحاديث النواصب والكتب موجودة في المكاتب. يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون. يفهمون مضامينها ويعتقدون بها ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون عندهم وضوح في الرؤية الصورة واضحة عندهم أنني أتحدث عن هؤلاء حينما أتحدث عن المنتظرين لقائم آل محمد أتحدث عن هؤلاء وحينما أتحدث عن المهتمين بعلامات الظهور أنني أتحدث عن هؤلاء لا شان لي باصحاب العمائم الطوسيه ولا شان لي باتباعهم ولا شان لي بمريديهم ولا شان لي بالذين ياخذون النتائج في الثقافه المهدويه من حديث العتره وحديث النواصب. امام زماننا في اخر رساله وصلت الى الشيعه ماذا قال لنا؟ طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا انه منطق علي هو هو يا كميل لا تاخذ الا عنا تكن منا طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا مساوق يعني مساو فهؤلاء ينكرونهم وان كانوا يظهرون الايمان بهم انهم يظهرون الايمان بهم بحسب موازينهم هم انها الموازين الخرقاء اما بحسب موازين العتره التي هي موازين بيعه الغدير فهؤلاء لا يؤمنون بهم هذه موازين اهل البيت يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا طبقوا هذه القواعد على كل المعممين الذين يحدثونكم عن امام زمانكم ستجدون انهم خارجون من دائره محمد وال محمد على الجميع طبقوها طبقوها علي وعلى غيري ستعرفون النتائج واضحه وهذا هو الذي حدثتكم عنه في الحلقات السابقه من وجود منطقين هناك منطق الامير وهناك منطق الحمير، منطق الامير هو هذا يا كميل لا تاخذ الا عنا تكن منا، اما منطق الحمير هو منطق مراجع النجف وكربلاء، منطق الخطباء والمؤلفين والكتاب الطوسيين الذين يستخرجون النتائج في الثقافه المهدويه من احاديث العتره واحاديث النواصب اذا هذا هو الميزان كما يقول صادق العتره الطاهره الذي يعرف الثقافه المهدويه الصحيحه هو هذا يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا يروون حديثنا ويقولون انه يكون قبل ان يكون هم عارفون بمضامين حديثنا ويعتقدون بصحتها بصحه الاحاديث بعيدا عن قذارات مراجع النجف وكربلاء في علم رجالهم في علم قنادرهم وفي قذاراتهم الاخرى في حوزتهم الطوسيه النجفيه الكربلائيه النجسه. يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون انه يكون قبل ان يكون ويعلمون انهم هم المحقون الصادقون. هذا هو الذي قصدته من ان علامات الظهور تكون علامات بكلها بتمامها بحق هؤلاء. اما غير هؤلاء الذين لا ياخذون عن العتره فقط وانما ياخذون عن العتره وغير العتره او الذين لا يعبؤون بالموضوع اساسا او الذين ما هم بشيعه ولا يعرفون شيئا عن امام زماننا او او فالعلامات لن تكون علامات باجمعها بحقهم اقرب لكم الموضوع بتوضيح سريع علامه الصيحه هذه علامه عالميه لان الجميع سيسمعون الصيحه هذه علامة بحق الجميع بحق الشيعي بحق السني بحق اليهودي بحق النصراني بحق الذين لا دين عندهم بحق الجميع هذه علامة عالمية لكن قتل النفس الزكية بين الركن والمقام في مكة المكرمة في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة في السنة التي تسبق سنة الظهور هذه علامة خاصة لأهل مكة لأن مكة هي النقطة الأولى التي سيتحرك منها إمام زماننا هذه علامة خاصة لهم لاهل مكه قد تتعدى اهل مكه الى سائر انحاء السعوديه لان الخبر سينتشر في السعوديه تكون علامه لهؤلاء الذين كنت احدثكم عنهم للمنتظرين للمتتبعين للعلامات المهدويه بحسب ما بينت لنا الروايات الشريفه العلامات تكون علامات بتمامها بكلها في حق المنتظرين بحسب مواثيق بيعه الغدير لكن العلامه هذه ان النفس الزكيه وهو رسول الامام الحجه الى الحجيج في مكة إلى أهل مكة هذه العلامة لن تكون علامة للذين يعيشون في الأرجنتين مثلا أو للذين يعيشون في استراليا الصيحة تكون علامة له لكن قتل النفس الزكية في المسجد الحرام بين الركن والمقام هذه علامه خاصه باهل مكه نعم هي علامه تكون من العلامات التي يهتم بها المهتمون بالعلامات المهدويه تكون علامه بحقهم ظهور السفياني وما يرافقه من ظهور اليماني والخراساني هذه علامة تخص منطقة الظهور لا تخص العالم لأن الذين يعيشون في كندا مثلا أو يعيشون في البرازيل أو يعيشون في نيوزيلندا هؤلاء لا يعرفون ماذا يجري في بلاد الشام ولا يعرفون ماذا يجري في منطقة الظهور ولا يعرفون شيئا عن السفياني يسمعون اطرافا من الحديث عن الوقائع السياسية التي تقع في منطقة الشرق الاوسط وهم لا يعبؤون بهذا لا دخل للذي يجري في الشرق الاوسط في شؤون حياتهم اليومية فظهور السفياني ويظهر معه اليماني والخراساني هذه امور ترتبط بمنطقه الظهور فحينما يظهر الخراساني في خراسان هذا امر يهتم به الايرانيون وحينما يظهر اليماني في اليمن هذا امر يهتم به اليمانيون ويهتم به السعوديون ويهتم به العراقيون وحينما يظهر سفيان فهذا أمر يهتم به السوريون يهتم به المسلمون بشكل عام وخصوصا في منطقة الظهور فالعلامات تكون بتمامها وكمالها علامات بحق المنتظرين وفقا لموازين بيعة الغدير بحق المتتبعين للعلامات المهدويه وفقا لمضمون وميثاق بيعه الغدير لكننا اذا اردنا ان ننظر الى العلامات بكل تفاصيلها فلن تكون علامات بحق الجميع هناك علامه عالميه هناك علامه تتعلق بمنطقه الظهور وحينما اتحدث عن منطقه الظهور العراق ايران تركيا مصر سوريا الاردن لبنان فلسطين السعوديه اليمن وسائر الدول والامارات في الخليج هذه هي منطقة الظهور فهناك علامات تختص بها وهناك علامات عالمية وهناك علامة تختص بمكة وعلامات اخرى تختص ببلد دون بلد بجماعة دون جماعة هناك علامة خاصة بالكوفة وهي علامة للعراقيين هي خاصة بالكوفة وهي علامة للعراقيين ليست علامة عامة للجميع ما هي بعلامة عالمية كيف تكون علامة عالمية وهي امر جزئي محدود في موضع معين في مكان معين ولا يطلع الناس عليها انما تكون علامه بحق اهل الكوفه بحق العراقيين الذين يطلعون على هذه العلامه وتكون علامه بحق المنتظرين والمهتمين بالعلامات المهدويه وفقا لموازين بيعه الغدير احدثكم اليوم عن علامه خاصه بالكوفه واهلها وايضا فانها تخص العراقيين الذين يهتمون بهذا الموضوع العلامه في مسجد الكوفه الهدم في حائط مسجد الكوفة هذه علامة لن تكون موجهة لسكان دول أمريكا الجنوبية لن تكون موجهة لسكان المكسيك لان ولن ولان إنها علامة خاصة محدودة تكون لأهل الكوفة وللعراقيين الذين يهتمون بهذا الموضوع. انني اقرأ عليكم من غيبة النعماني من المصدر الذي اشرت اليه قبل قليل. المؤلف توفي سنة 360 للهجرة والحديث مروي عن إمامنا الصادق إمامنا الصادق استشهد سنة 148 للهجرة منذ ذلك الزمن والإمام يحدثنا عن هذه العلامة الصفحة الخامسة والثمانون بعد المئتين إنه الحديث السابع والخمسون بسنده بسند النعماني عن خالد القلانسي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان أما إن هادمه لا يبني بنو فلان هم بنو العباس هذه من مصطلحات ائمتنا حينما يتحدثون عن بني العباس فماذا يقولون عنهم مره يقولون بنو فلان ومره يقولون بنو عمنا ومره يقولون بنو مرداس ومره يقولون بنو الشيصبان ومره يقولون بنو سابع هذا موجود في رواياتنا يقدمون ويؤخرون في حروف كلمه عباس فمره يقولون بنو فلان ومره يقولون بنو عمنا ومره يقولون بنو مرداس ومره بنو الشيصبان والشيصبان اسم من اسماء الشيطان ومره يقولون بنو سابع فبنو فلان هم بنو العباس امامنا الصادق يتحدث عن العباسيين في الزمن الثاني عن العباسيين في الحكم الثاني فان العلامه هذه لم تكن قد حدثت في الزمن العباسي الاول مسجد الكوفه تعرض للهدم عده مرات ولكنه بني يتعرض للهدم وبعد ذلك يبنى ذلك الهدم حادثة واقعة في ايامنا هذه هناك هدم في حائط مسجد الكوفة ومرت عليه سنون والمسؤولون في العراق لا يريدون بناءه هذه حقيقة موجودة على ارض الواقع وأهل الكوفة يعرفون هذا، وسأعرض لكم الفيديوات، وبنحو تفصيلي هذه العلامة موجودة مثلما حدثتكم فإن الفتنة الشامية متى تقع تقع بعد أن يحكم العباسيون في بغداد والنجف لقد حكم العباسيون متى سقط تمثال صدام في بغداد تسعة أربعة ألفين وثلاثة وهنا بدأ تأريخ الحكم العباسي هذه الخطوات الأولى للحكم العباسي فإن الأمريكان سيطروا على بغداد سيطروا على العراق وبدأوا يمهدون للحكم العباسي تسعة أربعة ألفين وثلاثة. متى بدأت الفتنة الشامية؟ بدأت الفتنة الشامية 15/3/2011 ميلادي 15/3/2011 ميلادي بالضبط مثل ما تقول الروايات الآيات القرآنية حدثتنا عن العلو الإسرائيلي ومن بعد ذلك جاءت الروايات وحدثتنا عن الثورة الإيرانية الخمينية وحدثتنا الروايات عن الحكم العباسي في بغداد والنجف فإنه يعود مرة ثانية وحدثتنا الروايات عن الفتنة الشامية إنما تكون بعد تسلط العباسيين على بغداد والنجف وبعد حدوث الاختلاف فيما بينهم. وهم من اول يوم كانوا مختلفين. اتحدث عن الحكام الحاليين في بغداد والنجف. الفتنه الشاميه بدات بهذا التاريخ 15/3/2011 بتاريخ 29 سبعه الفين وثلاثه عشر وقعت العلامه التي احدثكم عنها الان نحن الان في هذا اليوم نحن في اليوم الخامس من شهر حزيران خمسه سته الفين واربعه وعشرين احدى عشره سنه الهدم وقع في حائط الكوفة حائط مسجد الكوفة تسعة وعشرين سبعة الفين وثلاثة ونحن اليوم في خمسة ستة الفين واربعة وعشرين وهذا الشق في الجدار يزداد يوما بعد يوم وليس هناك من عملية بناء لهذا الشق الا تنطبق هذه الروايه على ما جرى في مسجد الكوفه الى هذه اللحظه بحسب المعطيات المتوفره اذا هدم الروايه لم تذكر الهادم العرب يستعملون التعبير بالفعل المبني للمجهول هذا هو فعل مبني للمجهول والمراد من الفعل المبني للمجهول انه الفعل الذي لا يذكر فاعله لا بد للفعل من فاعل حينما لا نريد ان نذكر الفاعل فاننا نحول صيغه الفعل من صيغة المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول إذا هدم فلان حائط مسجد الكوفة فلان هنا فاعل إذا هدم حائط مسجد الكوفة حائط هنا نائب للفاعل بحسب قواعد النحو فالفعل مبني للمجهول لماذا لا نذكر الفاعل لا نذكر الفاعل للاسباب التاليه اما ان يكون الفاعل معروفا جدا فلا نحتاج الى ذكره لان كل من سيسمع كلامنا يعرف من هو الفاعل فلا حاجه لذكره فنستطيع ان نحول الفعل من صيغه المبني للمعلوم الى صيغه المبني للمجهول لان الفاعل معروف جدا وعند الجميع او ان الفاعل مجهول لدينا ومجهول بالنسبه للباقي فلا نعرف من هو حينئذ نكون مضطرين اضطرارا ان نتحدث بصيغه الفعل المبني للمجهول لان الفاعل مجهول اذا اذا كان الفاعل معروفا جدا فاننا لا نذكره واذا كان الفاعل مجهولا بالنسبه لنا وللاخرين فاننا لا نذكره وهذا شيء اضطراري بالنسبه لنا، نحن لا نعرفه حتى نذكره او ان الفاعل ليس مهما لماذا لان الفاعل حين صدر منه الفعل لم يكن قاصدا وانما هو امر طارئ حدث قد حدث له فاعل لكن الفاعل لم يكن قاصدا ومن هنا فلا ضروره ان نذكره لئلا يتصور ان الفاعل حين فعل هذا الامر كان قاصدا له بينما هو لم يكن قاصدا لهذا الفعل اذا هدم حائط مسجد الكوفه هل الفاعل معروف الجواب كلا لا يوجد شخص بعينه هو الذي قام بهذا الهدم في حائط مسجد الكوفه بتاريخ 29/7/2013 لأن الهدم هذا قد حصل من دون أن يضع أحد يده على الحائط حدث هذا الثلم هذا الانشقاق في حائط المسجد من دون ان يقترب احد من الحائط فلا يوجد فاعل معروف هل الفاعل مجهول بالمطلق لا نستطيع ان نقول هذا لماذا لان عمليه اعمار حدثت بجوار المسجد فتحوا نفقا للسيارات وفي اثناء عملهم قاموا بسحب المياه الجوفيه من المنطقه وهذا النفق الذي يعرف بنفق مسلم بن عقيل يجاور المسجد وهم سحبوا المياه الجوفيه من ذلك المكان سحب المياه الجوفيه من المنطقة القريبة من المسجد بحسب ما يقول المختصون والخبراء هي التي ادت الى هذا الهدم في حائط مسجد الكوفه اذا الفاعل معلوم بالجمله لكنه لم يكن قاصدا ان يفعل هذا وانما حدث الامر بسبب ان قام بعمليه اعمار وهو لا يتوقع ان الامر سيؤدي الى حدوث الهدم في حائط المسجد ومن هنا جاء التعبير في الروايه اذا هدم حائط مسجد الكوفه جاء التعبير بصيغه الفعل المبني للمجهول لان الفاعل ليس مشخصا بعينه لم يكن هناك من شخص قد باشر عمليه الهدم في حائط المسجد هل هو مجهول لا نستطيع ان نقول ذلك لان عمليه اعمار نفق مسلم بن عقيل الذي يجاور المسجد بحسب المختصين والخبراء حينما سحبوا المياه الجوفية من المنطقة هو هذا الذي ادى الى حصول الهدم ومن هنا فان الفاعل ليس شخصا بعينه وانما كل المنظومة التي كانت تعمل في اعمار نفق مسلم بن عقيل ولم يكن هناك من قصد لايجاد هذا الهدم في حائط المسجد ولكن الهدم قد تحقق وهو موجود الى هذه اللحظه هل توجد جهه تمنع اعاده بناء المسجد لا توجد جهه تمنع اعاده بناء المسجد هل المسؤولين عن المسجد لا يملكون الاموال الدوله دولتهم والاموال متوفره عندهم لماذا لا يقومون باعاده بناء المسجد اعاده بناء هذا الهدم والهدم قد وقع بتاريخ تسعه وعشرين سبعه الفين وثلاثه ونحن اليوم خمسة ستة الفين واربعة وعشرين إنها العلامة برغم آنافهم إنها العلامة إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان هذه علامة لقرب زوال ملكهم أما إن هادمه لا يبني حينما نتحدث عن قرب زوال ملكهم نحن لا نتحدث عن أيام الروايات تحدثت عن زوال ملك المروانيين كم بقي المروانيون البعثيون يحكمون العراق نحن لا نتحدث حينما نتكلم بمنطقي أحاديث العترة الطاهرة لا نتحدث عن أيام أو ليال أو أسابيع لكنها علامة وهذه العلامة متحققة أمام أعيننا نحن لا نعبأ بالعباسيين على لعنة الله عليهم من أولهم إلى آخرهم أكانوا من عباسيي الحكم الأول أم كانوا من عباسيي الحكم الثاني القذارة هي القذارة نفسها لكن زوال الحكم العباسي يبشرنا بظهور إمام زماننا هذا هو الذي نبحث عنه وإلا فليذهب إلى الجعيم أكانوا يبقون في الحكم أم أنهم لا يبقون في الحكم ألا لعنة الله عليهم وعلى حكمهم القدر إذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان اما ان هادمه لا يبني رجاء اعرضوا لنا الصوره الاولى هذه صورة مسجد الكوفة وهذا الباب من ابواب مسجد الكوفة هو باب الحج هذا الباب جديد هذا الباب جديد هذا الباب بناه صدام في التسعينات قبل التسعينات هذه الجهه لم يكن فيها باب انها الجهه الغربيه من مسجد الكوفه هذا الباب هو باب الحج على جانبي الباب هناك هدم وثلم واضح جدا يمكن للمشاهدين ان يشخصوه هو واضح على يمين الباب حينما نتحدث عن يمين الباب انها الجهه اليمنى بالنسبه للخارج من الباب وتكون على اليد اليسرى بالنسبه للداخل الى الباب هناك هدم في يمين الباب وكذلك في يساره ايضا لكن الهدم في يمين الباب واضح وهو أوضح من الهدم في يسار الباب رجاء اعرضوا لنا الصورة الثانية هذا الهدم في يمين الباب الصورة التي بعدها هذه الصور تحدثنا عن الهدم في يمين باب الحج الصوره الرابعه الصوره الخامسه الصوره السادسه الصوره السابعه هذا الشق يتسع شيئا فشيئا كل هذه الصور للجهه اليمنى من الباب سننتقل الى الجهه اليسرى رجاء اعرضوا لنا الصوره الثامنه هذه الجهه اليسرى اعرضوا لنا الصوره التاسعه واعرضوا لنا الصوره العاشره واعرضوا لنا الصوره الاخيره هذه الصور نقلت لكم الهدم والشق الذي حدث في حائط مسجد الكوفة هذا الهدم وهذا الشق كما قلت لكم حدث في تسعة وعشرين سبعة الفين ميلادي ونحن اليوم في خمسة ستة الفين واربعة وهذا الهدم وهذا الشق يزداد شيئا فشيئا لا يوجد مانع من بنائه ولا يوجد اي قانون ولا توجد اي سلطه تمنع الذين يريدون اعاده بناء المسجد الاموال متوفره لديهم لا توجد مشكله لكنها علامة لا بد أن تكون برغم آنافهم ليس منطقيا أن مسجد الكوفة على أهميته يترك هكذا مع الخطورة مع الخطورة على الذين يرتادون المسجد هذا المكان زواره كثيرون وكثيرون جدا على طول أيام السنة وكثير من الناس يدخلون المسجد من هذا الباب من باب الحجه المسجد له عده ابواب هذا باب من ابوابه كثيرون يدخلون الى المسجد من هذا الباب وهناك خطوره خطوره على الناس الداخلين من هذا الباب ولذا هم حاولوا ان يضعوا الحواجز والعوائق التي تحول دون سقوط الجدار وصنعوا ممرا للزوار يدخلون من خلاله خوفا من سقوط البناء عليهم كل هذا فعلوه ولم يتحركوا باتجاه اعاده بنائه هي علامة علامة برغم اناف الجميع اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان اما ان هادمه لا يبني رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول هذا الفيديو يصور لنا الجهه اليمنى من باب الحج والفيديو الثاني كذلك والفيديو الثالث ايضا يصور لنا الجهه نفسها وهذا الحال قائم إلى هذه اللحظة منذ 29 سبعة 2013 ميلادي اعرضوا لنا الفيديو الرابع وهو يصور لنا الجهة اليسرى من باب الحجه والى الفيديو الخامس يصور لنا الجهه نفسها أعتقد أن الفيديوات والصور نقلت لكم بوضوح نقلت لكم الهدم في الجهة اليمنى من باب الحجة وفي الجهة اليسرى أيضا وبسبب خطورة الوضع فإنهم قاموا بأن رتبوا ممرا للزوار وللذين يرتادون المسجد رجاءا اعرضوا لنا الفيديو وضعوا هذه الروابط وهذه الجسور الحديديه ووضعوا الحواجز والعوائق ورتبوا ممرا للزوار لكي يحافظوا على سلامتهم خوفا من سقوط البناء عليهم هل هذا تصرف حكيم لماذا لا يعاد البناء برغم هذه المدة الزمانية الطويلة تذكروا من أن الهدم تحقق في 29/7/2013 للميلاد ونحن الآن في 5/6/2024 للميلاد إنها علامة برغم آناف الجميع اما ان هادمه لا يبني حتى حتى لو انهم بادروا الان الى بنائه فان الذين هدموه ما هم الذين قد بنوا فان العلامه قد تحققت اما ان هادمه انها الجهه التي انشات نفق مسلم بن عقيل فهل هم هم بانفسهم سيقومون باعاده بنائه اما ان هادمه لا يبني العلامه واضحه وواضحه جدا اعطيتكم فكره اجماليه عن هذه العلامه ساتناول التفاصيل ولكن بعد هذا الفاصل سادخل معكم في تفاصيل الروايه اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود اذا هدم فهل هذا الذي شاهدتموه في الصور والفيديوات هل هذا هدم أم هو شق أم هو ثلم؟ يمكن أن نعبر عنه بأنه شق في الجدار. يمكن أن نعبر عنه بأنه صدع في الجدار. يمكن أن نعبر عنه بأنه ثلم في الجدار. هل هو هدم لان الروايه تتحدث عن هدم فهل يقال لهذا في اللغه بانه هدم شق صحيح صدع صحيح ثلم صحيح لكن هذا لم يذكر في الروايه الروايه قالت اذا هدم حائط مسجد الكوفه الهدم لا يعني ان الحائط يزال من اساسه الهدم له معنيان المعنى الاول للهدم ان نزيل البناء من اساسه وان نجعله انقاضا فلا يبقى شيء منه منتصبا على الارض وكذلك إذا ما تعرض البناء إلى التخريب إلى صدع إلى ثلم إلى شق فهذا يقال له هدم نقرأ في الكتاب الكريم في الآية الأربعين بعد البسملة من سورة الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هذا هو قانون التدافع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا الصوامع هي جمع لصومعه وصومعه مكان عباده الراهب المسيحي الرهبان المسيحيون يتعبدون في صوامعهم والصوامع عاده تكون في اعالي الجبال او حتى قد تكون في اعالي البنايات في اعلى البنايات تكون الصومعه الصوامع هي اماكن عباده الرهبان وبيع وبيع البيع جمع لبيعه والبيعه هي الكنيسه فالكنيسه كنيسه المسيحيين يقال لها بيعه وبيع جمع لبيع وصلوات جمع لصلاة والصلاة مكان العبادة عند اليهود فمكان عبادتهم يقال له صلاة ومساجد المساجد تعرفونها لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً فالآية تتحدث عن مستويين من الهدم، المستوى الأول أن تهدم بالتمام والكمال وأن تتحول إلى أنقاض فلا يبقى شيء منها منتصبا على الأرض أو أنها تتعرض لتخريب بحيث لا تكون صالحة للعبادة لا تكون صالحة مثل ما كانت في سابق أمرها لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا فالتهديم على صورتين اما ان تهدم هذه البنايات الى حد ان تتحول الى انقاض ولا يبقى شيء منها منتصبا على الارض او انها تتعرض الى تخريب تبقى البنايات منتصبه لكنها تتعرض الى تخريب في سقوفها في جدرانها في شؤونها المختلفه بحيث لا تبقى صالحه للعباده ولذكر الله فهذا هو المراد من التهديم التهديم اما ان يكون كليا واما ان يكون جزئيا وهذا المعنى واضح من الايه الاربعين بعد البسمله من سوره الحج واذا ما ذهبنا الى نهج البلاغه وهذه طبعه دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان إنها خطب وكلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في الصفحة الرابعة والأربعين بعد المئة. إنها الخطبة الخامسة والأربعون بعد المئة. ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن الدنيا وأبناء الدنيا. ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره الا بهدم اخر من اجله فهذا الهدم لا يميت الانسان وانما يكون سببا لنقص في ايامه فالانسان موجود لكن ايامه ستبدا بالنقصان ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره الا بهدم اخر من اجله فكل يوم يمر على الانسان انه يهدم يوما من اجله الانسان موجود فالهدم ليس بالضروره ان يكون هدما كليا في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي مثل ما مر علينا لهدمت صوامع هذا التهديم اما ان يكون كليا واما ان يكون جزئيا لان الايه ربطت مسأله الهدم وعدم الهدم بذكر الله هذه اماكن يذكر فيها الله فمتى لا يذكر الله فيها إما بهدمها بالكامل أو بتخريبها جزئيا بحيث لا تبقى صالحة للعبادة في الصفحة الأربعين بعد الثلاثمائة من كتابه المرقم بالكتاب الثاني والستين والذي وجهه إلى أهل مصر حيث كتب أمير المؤمنين فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما إذا الهدم والثلم يأتيان متقاربين فهناك هدم او ثلم مع بقاء الاسلام فاسلام يتعرض لهدم يتعرض لثلم ولكنه يبقى برغم انه قد ثلم برغم انه قد هدم هذا هو الذي يفهم من هذه الكلمات من كتاب امير المؤمنين إلى أهل مصر فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدما مع بقائه يبقى الإسلام ولكنه يتعرض للهدم في صفحة الثالثة والثمانين بعد الثلاثمائة في الكلمات القصيرة رقم الكلمة 215 أمير المؤمنين هكذا يقول الخلاف يهدم الرأي ما قال يلغي الرأي بكامله وإنما سيبقى الرأي ضعيفا سيبقى موجودا لكن لا يعمل به فالهدم لا يكون في كل معانيه في كل مراتبه بمعنى الازاله قد يكون الهدم ازاله وقد يكون الهدم تخريبا واعتقد ان كلمات امير المؤمنين التي ضربتها لكم امثله تتحدث عن تخريب وليس عن إزالة إن كان هذا في الجانب المعنوي أو كان هذا في الجانب المادي مثل ما مر علينا في الآية الأربعين بعد البسملة من سورة الحج الخلاف يهدم الرأي لا يزيله ولا يلغيه لكن الرأي يبقى ضعيفا لماذا؟ لانه قد هدم بسبب الخلاف فحينما نقرا في الروايه اذا هدم حائط مسجد الكوفه الهدم له صورتان اما الازاله واما التخريب التخريب حاصل في مسجد الكوفه عبر هذا الشق عبر هذا الثلم عبر هذا الصدع هناك بيت لشاعر معاصر لإمامنا الصادق إنه بشار ابن بورت إمامنا الصادق ولد في الثمانين للهجره واستشهد سنه 148 للهجره بشار ابن برد هذا الشاعر الأعمى الضرير المعروف من شعراء العصر العباسي ولد في السنه السادسه والتسعين للهجره وقتله المهدي العباسي بتهمه الزندقه قتله سنه 168 للهجره له بيت مشهور يضرب مضرب الأمثال متى متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم هذا يعني أن البناء موجود لكنه ليس كاملا متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم فهذا منطق القرآن ومنطق نهج البلاغة ومنطق الشعر المعاصر لزمان كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذن الهدم إما ان يكون إزالة وإما ان يكون تخريبا وهذا الذي نراه في حائط مسجد الكوفه هذا تخريب تخريب واضح اذا هدم حائط مسجد الكوفه هذا المعنى متحقق وانتم شاهدتم بالصور والفيديوات اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره مسجد الكوفة مربع مسألة المقدم والمؤخر تكون نسبية ولذا فإن البعض عد مؤخر المسجد من الجهة الشمالية باعتبار أن مقدم المسجد سيكون في جهة القبلة وهي الجهة الجنوبية من المسجد هذه قضية نسبية خصوصا إذا عرفنا أن مسجد الكوفة يكاد أن يكون مربعا فالجدار القبلي الجنوبي طوله 110 متر والجدار الذي يقابله الجدار الشمالي طوله 109 متر اما الجدار الغربي الذي فيه باب الحجه فطوله 116 متر والجدار الشرقي من جهه مزار مسلم بن عقيل 116 متر يكاد ان يكون المسجد مربعا الشكل المربع لا نستطيع ان نضع له مقدمه ثابته أو أن نضع له مؤخرة ثابتة وإنما القضية نسبية ومن هنا فإن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه جعل لمؤخر المسجد علامة لأنه يعلم بأن قضية المقدم والمؤخر أمر نسبي فهو يتحدث عن مؤخر المسجد لذا وضع علامة لان مؤخر المسجد ليس محددا بالدقه هذه قضيه نسبيه من اي جهه انت تنظر الى المسجد اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود وضع علامه اذا اردنا ان نعرف الموضع الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق لا بد أن نعرف موضع دار ابن مسعود قطعا في زمان الإمام الصادق دار ابن مسعود كانت معروفة في الكوفة لماذا؟ لأن ابن مسعود شخصية معروفة ونصبه عمر بن الخطاب قاضيا في الكوفة ومسؤولا عن بيت المال طيله خلافه عمر ومن بعد عمر جاء عثمان وبقي في الكوفه في بدايه خلافه عثمان بقي قاضيا ومسؤولا عن بيت المال الى ان عزله بعد ذلك عثمان فداره معروفه داره معروفه ومشخصة عند الكوفيين وبقيت دار ابن مسعود معروفة لزمان طويل الى زمان امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لذا حينما يعطي علامة يعطي علامة معروفة عند الكوفيين وعند العراقيين اذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود في زماننا لا توجد دار لابن مسعود ولا توجد عندنا خرائط تشخص لنا دار ابن مسعود لكن من خلال القرائن التاريخيه يمكننا ان نشخص موضع دار ابن مسعود كيف يكون ذلك؟ سياتينا التفصيل ولكن بعد هذا الفاصل. الكتاب الذي بين يدي هو كتاب الارشاد في معرفه حجج الله على العباد للمفيد المتوفى سنه 413 للهجره. وهذه طبعه مؤسسه سعيد بن جبير انها الطبعه الاولى. ألف 1428 للهجره قم المقدسه في صفحه السابعه والاربعين بعد المئتين في قصه ميثم التمار فقال له علي امير المؤمنين يقول لميثم فقال له علي ذات يوم انك تؤخذ بعدي فتصلب وتطعن بحربة فإذا كان اليوم الثالث ابتدر من خراك وفمك دما فيخضب لحيتك فانتظر ذلك الخضاب وتصلب على باب دار عمرو بن حريث هذا شخصية قريشية معروفة وهو من اتباع الامويين لكنه كان شخصية اجتماعية معروفة وتصلب على باب دار عمرو بن حريث عاشر عشرة انت اقصرهم خشبة واقربهم من المطهرة المطهرة المكان الذي كان اهل الكوفة في ذلك الوقت يغسلون فيه موتاهم هذا المراد من المطهرة عاشر عشرة أنت أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة وامضي حتى أريك النخلة التي تصلب على جذعها فأراه إياها فكان ميثا يأتيها فيصلي عندها ويقول بوركتي من نخلة لكِ خلقت ولي غذيتِ ولم يزل يتعاهدها حتى قطعت وحتى عرف الموضع الذي يصلب عليها بالكوفة قال وكان يلقى ميثم يلقى عمرو بن حريث فيقول له إني مجاورك فأحسن جواري فيقول له عمرو أتريد أن تشتري دار ابن مسعود او دار ابن حكيم وهو لا يعلم يعني عمرو ابن حريث لا يعلم ماذا يقصد ميثم وهو لا يعلم ما يريد اذا صار عندنا هناك نقاط نستطيع من خلالها ان نشخص دار عبد الله بن مسعود ميثم صلب في مكان وهذا المكان معروف معروف عندنا من ان ميثم دفن في المكان الذي صلب فيه قبر ميثم معروف لدينا هو يجاور مسجد الكوفه صلب في المكان الذي دفن فيه حيثما صلب دفن وهذا ما هو بغريب فإن مسلم بن عقيل دفن في المكان الذي قتل فيه حينما ألقي من أعلى قصر الإمارة دفن بجوار قصر الإمارة وكذلك هانئ ابن عروة وإنما كانوا يفعلون هذا حتى تكون القبور تحت أنظارهم ليست بعيدة عن أنظارهم كي لا تكون هذه القبور رموزا للناس يقصدونها فقصر الإمارة يجاور مسجد الكوفة إنه يلاصق المسجد لا زالت أرضه ولا زال شيء من اثاره موجودا الى الان هذه المساحه والتي لا زالت مفتوحه الى اليوم هي التي كانت تعرف برحبه الكوفه الى اليوم هي رحبه ما بعد قبر ميثم هنا تأتي بيوت القريشيين وهم الذين كانوا المسؤولين في الكوفه. فدار عمرو بن حريث تكون قريبه جدا ملاصقه لقبر ميثم التمار امير المؤمنين قال له هكذا قال له وتصلب على باب دار عمرو بن حريث وميثم دفن في المكان الذي صلب فيه. يعني عند دار عمرو بن حريث، فحينما كان يقول ميثم لعمرو بن حريث احسن جواري لا يشير الى عمليه الصلب، يشير الى عمليه الدفن. وهذا ما توجه اليه عمرو بن حريث بعد ذلك. عرف ماذا كان يقصد ميثم. حين يقول له احسن جواري حينما كان يقول له احسن جواري ماذا كان يتصور عمرو بن حريث ان ميثم يريد ان يشتري دار عبد الله بن مسعود التي تقع في جوار دار عمرو بن حريث فيقول له ميثم يقول لعمرو بن حريث اني مجاورك فأحسن جواري فيقول له عمرو أتريد أن تشتري دار ابن مسعود أو دار ابن حكيم وهو لا يعلم ما يريد وجرت الأمور وصلب ميثم التمار على باب دار عمرو بن حريث ودفن هناك ولا زال قبره قائما رضوان الله تعالى عليه اذا عرفنا المكان الذي صلب فيه ميثم دفن في نفس المكان هذا المكان يلاصق دار عمرو بن حريث دار ابن مسعود تجاور دار عمرو بن حريث صار الامر واضحا لدينا سابين ذلك لكم بالفيديو رجاء اعرضوا لنا الفيديو الاول وتوقفوا عند ظهور العلامات هذا هو الفيديو الاول انه مسجد الكوفه والقبه الذهبيه انها قبه مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه هذه العلامات الاسهم الملونه التي تشاهدونها ستبقى الصوره ثابته كي ابين لكم المواضع السهم البرتقالي السهم البرتقالي يشير الى موضع باب الحجه في مسجد الكوفه انه الباب الذي تحقق الهدم في يمينه ويساره السهم الاصفر السهم الاصفر يشير الى البيت المعروف ببيت أمير المؤمنين وهو في الحقيقة ما هو ببيت أمير المؤمنين هذا البيت كان مملوكا لابن أخت أمير المؤمنين لجعد ابن هبيرة المخزومي جعد ابن هبيرة المخزومي بنى بيتا له في هذه المنطقة هذه المنطقة منطقة المسؤولين هذا الحي هو حي القريشيين وبنو مخزوم من قريش حينما جاء امير المؤمنين الى العراق الى الكوفه فقالوا له اتقيم في قصر الاماره هذا قصر بناه سعد بن ابي وقاص حينما كان واليا على الكوفه من قبل عمر بن الخطاب وبعد ذلك وسعه الامويون امير المؤمنين رفض السكنى في هذا القصر وقال انه قصر الخبال ولذا يعرف في كتب التاريخ بقصر الخبال مثلما يعرف بقصر الاماره بحسب الامويين بحسب أمير المؤمنين فإن القصر هذا يقال له قصر الخبال والخبال في ثقافتنا في ثقافة العترة الطاهرة هو اسم لشراب جهنمي الذين يدمنون شرب المسكر في الدنيا الذين يدمنون شرب الخمور يسقون من شراب الخبال في جهنم وحينما سألوا الإمام الصادق عن شراب الخبال قال إنه صديد فروج البغايا في جهنم يجمع ويجعل شراباً لأولئك الذين سيقطنون جهنم من الذين يديمون شرب الخمور شرابهم هو شراب الخبال فسكن أمير المؤمنين في دار ابن أخته في دار جعدة ابن هبيرة المخزومي أمه أم هانة السيدة فاختة بنت أبي طالب على أي حال السهم الأصفر يشير إلى دار أمير المؤمنين وهي واقعة في الرحبة السهم الأبيض تلاحظون أنها منطقه مخضره هذه المنطقه هي منطقه قصر الاماره وغريب امر هذه المنطقه هذه البقعه المختصه بقصر الاماره تكثر فيها الافاعي بينما لا توجد افاعي في المسجد الذي يجاورها تكثر الافاعي في هذه المنطقه في هذه البقعه السهم الابيض يشير الى اثار قصر الاماره السهم الاحمر يشير الى مزار وقبر ميثم التمار السهم الاخضر باللون الفاقع يشير الى موقع دار عبد الله بن مسعود باعتبار ان دار عبد الله بن مسعود تجاور دار عمرو بن حريث ودار عمرو بن حريث تجاور المكان الذي صلب فيه ميثم التمار كما اخبره امير المؤمنين ودفن في المكان نفسه قطعا هذا التشخيص تقريبي لا توجد اثار لدار عمرو بن حريث ولا توجد اثار لدار عبد الله بن مسعود ولكن من خلال القرائن التي ذكرتها لكم وهناك قرائن اخرى انا لا اجد وقتا كي افصل الكلام في كل صغيره وكبيره. رجاء مدوا لنا خطا ما بين دار عبد الله بن مسعود وما بين باب الحجه حيث تحقق الهدم في حائط مسجد الكوفه. هذا هو الخط فموقع الهدم بالقياس الى موقع دار عبد الله بن مسعود ياتي مطابقا بالدقه الدقيقه المتناهيه مثل ما جاء في الروايه الشريفه فباب الحجه يقع في مؤخرة المسجد في الزاوية التي تقع في الجهة الجنوبية الغربية ماذا قالت الرواية؟ قالت الرواية إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي مما يلي هذا يعني أن دار ابن مسعود ستكون تالية لما بعد المسجد وهذا هو بالضبط الذي تشير اليه الاشارات رجاء استمروا في عرض الفيديو واذا ما ظهرت العلامات فتوقفوا حتى احدث المشاهدين بمضمون تلك العلامات تلاحظون ان السهم البرتقالي يشير الى باب الحجه حيث هو الهدم الا تلاحظون ان باب الحجه عند الزاويه الجنوبيه الغربيه انه قريب منها فهذا هو مؤخر المسجد من هذه الجهه اما السهم الابيض فانه يشير الى اثار قصر الاماره، الى اثار قصر الخبال. والسهم الاصفر يشير الى بيت امير المؤمنين في منطقه الرحبه. اما السهم الاحمر فانه يشير الى مرقد ميثم التمار. والسهم الاخضر يشير الى موضع دار عبد الله بن مسعود من خلال القرائن التي ذكرتها لكم ومن خلال معطيات اخرى لا اجد مجالا للحديث عنها انني تحدثت عن هذا الموضوع في حلقات مختصه بهذه العلامه في برنامج الخاتمه يمكنكم ان تعودوا اليها الكلام هناك مفصل رجاء ضعوا لنا خطا ممتدا ما بين دار ابن مسعود وباب الحجه حيث تحقق الهدم الصوره هنا تكون اوضح ماذا قالت الروايه اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره فهذا هو مؤخر مسجد الكوفه مما يلي دار ابن مسعود وهذه دار ابن مسعود تاتي متواليه لما بعد مسجد الكوفه اعتقد ان الصوره واضحه جدا رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثاني من جهه مرقد ميثم التمار الفيديو المتقدم كان من جهه مسجد الكوفه هذا الفيديو يعرض لنا الصوره من جهه مرقد ميثم التمار والعلامات هي هي بنفس الالوان السهم الابيض يشير الى اثار قصر الاماره قصر الخبال والسهم الاصفر يشير الى دار امير المؤمنين في منطقه الرحبه. والسهم البرتقالي يشير الى الزاويه الجنوبيه الغربيه حيث باب الحجه وحيث الهدم. اما السهم الاحمر فهو يشير الى مرقد ميثم التمار. السهم الاخضر يشير الى موقع دار عبد الله بن مسعود رجاء مدوا لنا خطا ما بين دار عبد الله بن مسعود وبين الزاويه الجنوبيه الغربيه حيث باب الحجه. اعتقد ان الصوره باتت واضحه جدا فان الهدم في حائط مسجد الكوفة من مؤخرة مما يلي دار عبد الله بن مسعود هذه دار عبد الله بن مسعود وذلك هو مسجد الكوفة وتلك هي الزاوية والهدم شاهدتموه في الصور والفيديوهات الواضحه ونذهب الى الفيديو الثالث وهو ليلي هذا مسجد الكوفه والقبه الذهبيه قبه مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه وتوقفوا حينما تظهر العلامات هذه العلامات السهم البرتقالي في هذا المنظر الليلي السهم البرتقالي يشير الى موضع باب الحجه انها الزاويه الجنوبيه الغربيه انها مؤخره المسجد من هذه الجهه وحيث تحقق الهدم والثلم والصد وقد شاهدتم ذلك بام اعينكم عبر الصور وعبر الفيديوات فهذا السهم البرتقالي اما السهم الابيض يشير الى اثار قصر الاماره قصر الخبال السهم الاصفر يشير الى بيت امير المؤمنين وهو قائم موجود قطعا بني بناء حديثا في منطقه الرحبه والسهم الاحمر يشير الى مرقد ميثم التمار والسهم الاخضر يشير الى موضع دار عبد الله بن مسعود من خلال القرائن التي استكشفنا هذا الموضع بسببها رجاء مدوا لنا خطا ما بين موضع دار عبد الله بن مسعود وبين باب الحجه فالصوره واضحه وواضحه جدا فان الهدم في حائط مسجد الكوفه من مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود اعتقد ان الصوره واضحه وواضحه جدا نذهب الى فاصل أنا لا أضحك عليكم ولا أريد خداعكم. نحن مأمورون أن نتمسك بالكتاب والعتره. وأوضح مصادق التمسك بالعتره أن نتمسك بحديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه كتبهم وهذه أحاديثهم نحن على الاقل اتحدث عن نفسي قضيت عمري بين هذه الاحاديث اعرفها اعرفها كما اعرف نفسي اعرفها كما اعرف يدي هاتين انني اعرف هذه الاحاديث كيف كتبت وكيف وصلت الينا وماذا تعني ولماذا قالها الائمه صلوات الله عليهم هذا هو مجال تخصصي هذه الاحاديث امامكم هذه الكتب امامكم وكل هذا يشير الى حقيقه واحده من ان منهج حوزه النجف منهج ضال لان منهج حوزه النجف يتعارض مع هذه الاحاديث يتعارض معها وهذا موضوع مفصل مفصل جدا تحدثت عنه في مئات ومئات من الساعات بالوثائق والحقائق والادله والدقائق فهذا كلام الائمه وهذه الوقائع على الارض بين ايديكم عبر الفيديوات اذا هدم حائط مسجد الكوفه من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان انه الزوال الثاني للملك العباسي اما ان هادمه لا يبنيه ألا تلاحظون ان الهدم وقع في تسعه وعشرين سبعه الفين وثلاثه عشر ولا زال إلى اليوم ونحن اليوم في خمسة ستة الفين واربعة أقرأ عليكم ما هو أعجب ما هو أعجب إنني أقرأ عليكم من كتاب الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم هذا الكتاب لعلي بن يونس النباطي العاملي المتوفى سنة 877 للهجرة هذه الطبعة الأولى إنها مطبعة الحيدري في الجزء الثاني هذا المجلد يشتمل على ثلاثة أجزاء في الجزء الثاني في الصفحة الثامنة والخمسين بعد المئتين دققوا النظر معي وسئل الصادق عليه السلام عن ظهوره عن ظهور القائم فقال إذا حكمت في الدولة الخصيان وقد حكم قد حكم الخصيان يوم أمس كنا نتحدث عن هذا الموضوع إنهم الجندريون اللوطيون إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان انظروا إلى القوادات والعاهرات في بغداد وغير بغداد كم لهن من السلطة وكم لهن من القدرة على أن يفعلن ما يفعلن إذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان وأخذت الإمارة الشبان والصبيان وماذا يحصل وخرب جامع الكوفة من أي شيء من العمران من العمران هناك عملية إعمار تجاوره تسبب له خرابا ماذا تقولون؟ ماذا تقولون؟ هذا الكتاب مات مؤلفه سنة 877 للهجرة، كتاب قديم نحن نعرفه ونحن اليوم في أواخر سنة 1445 للهجرة. ما بقي منها الا شهر واحد. هذا الكتاب مات مؤلفه سنه 877 للهجره. ونحن الان في اواخر سنه 1445 للهجره. وسئل الصادق عليه السلام عن ظهوره عن ظهور القائم فقال اذا حكمت في الدولة الخصيان وقد حكم اذا حكمت في الدولة الخصيان والنسوان واخذت الامارة الشبان والصبيان وخرب جامع الكوفة من العمران سبهب الخراب من العمران ولهذا جاءت الرواية بصيغة الفعل المبني للمجهول لأن الذين كانوا سببا في تخريبه ما كانوا يقصدون هذا لا علاقة لهم بالمسجد هم كانوا ينشئون نفقا للسيارات كي يبعدوا السيارات عن المسجد كانوا يريدون الصلاح للمسجد ولزوار المسجد ما كان عندهم من نية سيئة لكنهم حينما أخرجوا المياه الجوفية حينما سحبوا المياه الجوفية أدى ذلك إلى هدم في الأرض فأدى إلى تضعضع أسس البناء في حائط مسجد الكوفة فحدث هذا الصدع والثلث وسئل الصادق عليه السلام عن ظهوره فقال اذا حكمت في الدوله الخصيان والنسوان واخذت الاماره الشبان والصبيان وخرب جامع الكوفه من العمران وانفقدت الجيران لا اريد ان اقف عند هذه الكلمه وقت الحلقه يكاد ان ينتهي وقد وردت بصيغه اخرى في المصادر الاخرى وانفقدت الجيران في الزام الناصب جاءت وانعقدت الجيران ولا اريد ان اخوض في ما تدل عليه هذه الكلمات لان حديثنا الان عن حائط مسجد الكوفة فذلك الوقت أي وقت إنه الوقت الذي تحكم الخصيان والنسوان وتتأمر الشبان والصبيان ويخرب جامع الكوفة من العمران فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس فذلك الوقت زوال ملك بني عمي العباس وظهور قائمنا اهل البيت ماذا تصنعون بهذه الاحاديث؟ هذه الاحاديث عمرها قرون نقلت في هذه الكتب وهذه الكتب عمرها قرون قرون عمرها قرون هذه الأحاديث لم يضعها واضع قبل مئة من السنين عندنا المصادر القديمة التي نقلت عن هذه الكتب فماذا تصنعون بهذه الأحاديث ماذا يصنع من مثلي المتخصص بهذه الاحاديث هل يتركها هكذا سدى ام انه يقف عليها يحقق فيها يطابقها مع الواقع يبلغها لكم هذه ثقافه العتره اولئك الذين في النجف اتحدث عن السيستانيين اللعناء يمنعونكم ان تعرفوا دينكم ان تعرفوا ثقافتكم يمنعونكم ان تشاهدوا برامج قناه القمر قناه القمر تنقل لكم احاديث ائمتكم تبصركم بالواقع الذي انتم عليه حتى لو لم تتحقق هذه الاحاديث وظيفتي ووظيفتكم ان نهيئ انفسنا لامام زماننا نذهب الى فاصل بعد البيانات المتقدمه في هذه الحلقه ساقرا الروايه عليكم وتصوروا مضمونها وفقا للبيانات المتقدمه امامنا صادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان زوال ملك العباسيين إنهم العباسيون الجدد لعنة الله عليهم في بغداد والنجف فعند ذلك زوال ملك بني فلان اما ان هادمه لا يبنيه حتى لو حاول ان يفعل فانه لن ينجح هذه علامه هذه علامه خاصه باهل الكوفه خاصه بالعراقيين الذين يهتمون للعلامات في اي مكان في العالم اذا كانوا من المنتظرين بحسب موازين بيعة الغدير فهذه علامة في حقهم أيضا لأنهم سيكونون مطلعين على الأحاديث والروايات ويعرفون مقاصدها رجاء أعيد بث الفيديوهات التي تنقل لنا صوره الهدم في حائط مسجد الكوفة اعرضوا لنا الفيديو الأول هذا الفيديو ينقل لنا الهدم في الجهه اليمنى من باب الحجه في الزاويه الجنوبيه الغربيه من مسجد الكوفه مما يلي مما يلي دار ابن مسعود الفيديو الثاني ايضا ينقل لنا نفس الصوره وكذلك الفيديو الثالث اما الفيديو الرابع فانه ينقل لنا الهدمه في الجهه اليسرى من باب الحج والفيديو الخامس ينقل لنا الهدمه في الجهه اليسرى وكذلك في الجهه اليمنى سأقرأ عليكم الرواية حتى تطبقوا ما بين ما جاء في الرواية الشريفة وما شاهدتموه بأم أعينكم، وهذه الحالة قائمة إلى هذه اللحظة، إمامنا الصادق يقول: إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان هذه علامه لزوال ملكهم لا تعبا بهم فعند ذلك زوال ملك بني فلان اما ان هادمه لا يبنيه الا لعنه الله عليهم على بني العباس في حكمهم الاول وفي حكمهم الثاني في بغداد وفي النجف الدنيا زائلة، الدنيا زائلة، أين صدام؟, أين صدام؟ أين صدام؟ أين صدام؟ الذي كان في أذهان العراقيين من المستحيل أن يتخلصوا منه من المستحيل أن يتخلصوا منه ولقد تخلصوا منه سقط الصنمُ. التمثال الصدامي في تسعة أربعة ألفين وثلاثة في تسعة أربعة ألفين وثلاثة ميلادي سقط الصنم في بغداد وبدأ الحكم العباسي يتحرك شيئا فشيئا وإلى هذه اللحظة وفي تسعة وعشرين سبعة الفين صار هذا الهدم في حائط مسجد الكوفة من مؤخره مما يلي دار أبن مسعود إنها علامة 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 لزوال ملكهم إن شاء الله تعالى نحن لا نعبأ بهم ولا بملكهم لا ننافسهم في قذارتهم ونجاستهم إنما ننتظر إمام زماننا فزوال ملكهم بحسب أحاديث العترة الطاهرة علامة قريبة من ظهور إمام زماننا عيوننا على الدرب لا نعبأ بهذه الحثالات لا بحثالات المرجعيه في النجف ولا بحثالات الاحزاب الشيعيه في المنطقه الخضراء اننا نترقب السفياني لا حبا في السفياني لانه علامة ونترقب زوال هؤلاء لا لاننا مهتمون لامرهم فهؤلاء لا يستحقون ان يهتم الانسان العاقل بامرهم انما زوالهم علامه 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 قريبه ليوم الخلاص عيوننا تتوجه وقلوبنا قبلها وعقولنا قبل قلوبنا الى ذلك اليوم الى يوم قائم ال محمد صلوات الله وسلامه عليه وقت الحلقه انتهى لا زال الحديث يتواصل تحت عنواننا العالم من حولنا التقيكم غدا في حلقه اخرى تحت هذا العنوان نلتقي على امل ان تكون قلوبنا مفعمه بالحماس لخدمه امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمه يمانيه ومعرفه زهرائيه زهرائيون نحن يمانيون نحن قميون نحن حسينيون نحن زهرائيون نحن يا ام الحسين والهوى والهوى زهرائي سألكم الدعاء جميعا في أمان الله